خصوصا التقشير بنات، تخيلوا لأول مرة أجرب الجسم كامل، تخيلوا مقشرة جسمي كامل في العيادة، دائما أقشر بعض أجزاء من جسمي، المرة دي جسمي كامل، شوفوا كيف منكمش لما أسوي كذا، شوف كذا مرة متحمسة إنه يتقشر، باقي يومين أو ثلاث يتقشر، بس أهم حاجة أكثف ترطيب. نصيحة من أخت لأختكم، أنا أختكم وأنصحكم بكل حاجة، لا تسوين تقشير لكامل جسمك في البيت، نصيحة. تخيلوا والله العظيم بنات، قبل سنتين استخدمت مقشر لكامل جسمي وانحرقت، يدي تشوهت تشويه مو طبيعي، يعني بدل ما أعالج التصبغات اللي في جسمي جلست أعالج الحروق اللي في يدي، والله العظيم لا زالت في آثار في يدي من آثار المقشر، الحروق اللي انحرقتها حروق مو طبيعية. فعشان كذا مو أي أحد يقشر في البيت، روح العيادة وريح نفسك، استخدم مقشر، أساسا أسعار المقشرات دايما غالية في العيادة، يعني نفس السعر تقريبا، وخلاص انتهى، قشر في العيادة وريح نفسك، يعني نصيحة.